عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبتين بكم في ثاني حلقة من حلقات عيد الفطر المبارك. نعاد عليكم بالصحة والسلامة. حابة نهني كل الشعب الليبي والأمة الإسلامية من المحيط للخليج، يا رب إن شاء الله تكونوا بألف صحة وسلامة. طبعا السهرية ما تحلى إلا مع الغالي علي، مع زميلي محمد منير. مرحبتين بك محمد. وفرحانين ومعايدين معاكم لتاني يوم على شاشة وعد. مرحبتين بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تتابعوا فينا في ليبيا كلها. إن شاء الله تكونوا بخير والبلاد بخير، من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها، جبلها وصحرتها وساحلها، وحتى الناس اللي تتابعوا فينا طبعا اكيد المده. الحلقه الماضيه رويده قدمت شعر على مدينه طرابلس، اكيد نوجه تحيه لكل المدن الليبيه بدون استثناء. كافه ربوع ليبيا ان شاء الله تكون بخير. هيك هيك اغنيه جميله رويده، انا طبعا سمعتها. طبعا الاغنيه هذه لك سنتين اليوم مجهزتها، ولكن شن سبب يعني تاخير الاغنيه؟ ما نزلتش وعلاش ما صورتيهاش عن طريق الفيديو كليب؟ يعني المفروض انه كان في جيتي لتركيا، كنت المفروض ان نصورها على طريق الفيديو كليب، بس مع الاسف مع الوضع الحالي اللي احنا فيه وكورونا، ان شاء الله ربي يكمل على خير يا رب، يا رب وترجع ويرجع العالم زي ما كان، فاجلنا التصوير لحين اشعار اخر. بالنسبه ليش نزلتها يعني توه بعد سنتين، المفروض ان هي كانت تنزل في ميني البوم في سنه 2018، بس حبيت اني انا نشتغل عليها شويه ونقدمها بصوره احلى من ان هي تنزل اوديو. بس اليوم مش خساره فيكم ومش خساره اكيد من اكيد مش خساره في جمهور وعد، وخصوصا ان احنا في ايام عيد وفرحه، فحبيت اني نهديها لكم. يا ستي اغنيه جميله وربي يوفقك رويدة. طبعا طبعا الالحان لي نعمان الشعري، نوجه له تحيه وتوزيعه كلماتي. يعطيك الصحة وأغنية جميلة جدا. الحلقة اليوم أكيد مش راح تحلى إلا بوجود الشخص العزيز الغالي. رحبوا معنا جميعا بالسنيور محمد شيبة. انت بخير محمد؟ وانت بخير محمد، كل عام انت بخير رويده، واكيد كل الجمهور وعلى نعيد وعلى كل الليبيين، وكل عام انت بخير وعيدكم مبارك يا رب. يا رب محمد كل سنه وانت طيب محمد. ثاني يوم عيد فطر مبارك احنا على الهواء، كيف كان يومك امس؟ والله امس طبعا طلعت هيك درنا دوره بسيطه انا والشباب بس قدام الحوش، انه كان في حضر يعني ايام العيد، وبعدها جينا معكم صورنا الحلقه احنا والشباب، ويعني الحمد لله درنا الجو حلو وما حسيناش بالغربه يعني بجديات بوجودكم فعلا وجود الشباب. عائله واحده في عيله وعد. طبعا احنا ملتمين ودائما نحاولوا ما نقدموا للناس اللي هو شيء يفرحهم ويسعدهم، لان زي ما قلنا دائما الاخبار اللي ما هيش حلوه بالاخص الاخبار السياسيه، طبعا احنا ما هيش لنا نهائيا السياسه ولكن لنا الشعب. هي قناتنا عباره عن قناه ترفيهيه اجتماعيه دائما نقول فيها من المواطن والى المواطن بدون اي توجهات سياسيه، قناتنا اجتماعيه ترفيهيه فنيه بحت. وبما أننا نحكو على الفن والليلة حتكون سهرتنا فنية ترفيهية، نمشي نستقبل مع بعضنا فنانة وزميلة في وعد تي في نور شيباني. أهلا وسهلا. اهلا بيك نور. ما قديش ما انت هيك تبي تجي نور. شكرا. اوكي خلاص اوكي تمام فضل. اهلا وسهلا بكم معنا اليوم في ثاني سهريه من برنامج معايدين، انا وزملائي ان شاء الله رب نكونوا مونسيكم وكل عام وانتم بالف خير. اليوم بنتكلم في موضوع مهم جدا، هو موضوع ان المراه اقوى من الرجل في عده حالات، والمراه هي اذكى من الرجل في عده مرات. انت في سهريه عيد مكشف وعد شو؟ يعني تو احنا باش نتكلموا على العيد ونفرحوا الناس، مش باش تتكلمي على المرأة وتتكلمي على العيد. اوكي تمام. نسيتي يعني تمام نسيت اوكي، ما هو فرقتي وكل شيء الاجواء. انا دليتونا فرقة هذه اجوائي لانها اوكي بيهم معك اجوائي. باهي اوكي تمام. عموش رد بالكم تنسوها ارفعها معكم بعد الهواء. اوكي تمام.
شنو بالك عندك مضيف يعني نحب تو نحب نرحبوا بزميلتنا المبدعه وباربي شاشه الليبيه. انا بنرحب بها ياسر، انتوا تكلمتوا قلبا بنرحب بباربي شاشه الليبيه بتول الزروق. مرحبتين بيك بتول، كل سنه وانت طيبه. اهلا بك رويده، هذا ثاني يوم لي معكم ضيفه، ما شاء الله عليكم كريمين هلبا. شكرا. تسلمي بتول. ما زلنا باش نرجعوا لك، ولكن قبل ما نكملوا حلقتنا خلينا نستقبلوا ضيفنا لليوم، حيكون مأنسنا ومشرفنا في البلاتو، صوت حلو حساس، فنان شاب في بدايه مسيرته الفنيه ولكن صوت رائع ومبدع. نستقبلوا مع بعضنا مهند عبود. اهلا بك مهند، كل عام وانتم بخير ونورتنا اليوم في ثاني ايام عيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بخير، وانتم طيبين، وان شاء الله ربي ينعاد عليكم بالصحه والسلامه، ان شاء الله ربي يحفظكم. نتمنى طبعا الحلقه تكون حلوه حتى بصوتك وبحضور بتول الزروق ونور. بتول الزروق معاش ضيفه خلاص، الحلقه غاطسه خلاص يا سيدي. جايبتها معاك تخبط، ما تدريش مفرغوكم انا بعدكم طالما عندك انت امس ما عطيتهاش فرصتها. اليوم تعوضوا على خطأكم. لا 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 اليوم ما تخافوش، كلكم تاخذوا وجهه نظر. تمام نقعمزوا وبعدين نفتحوا الحديث مع بعضنا، كل واحد ياخذ مكانه. هذا الله في فصل النور. جايبتك انا جايبتك. خلاص قعمز. راحك يا صاحبتها ومشت. خشت معاها 100% 100% جميلة. 3 ب3 ايوه كل عام وانتم بخير نورتوا. افهم رويدة معكم، جيبوا لي عبود هنا. نكمل الحلقه على خير الليله وفكينا من طول تنساني كل مبالغ فيه وخلينا نتكلم شويه. دمها شربات عسل. مش طيب شنو محمد غير سنه شويه، شنو اي مبالغ فيه رويده؟ تجيبي تجيبي عركه قبل شويه خاشه، نبي نرحب بك. تكلموا تكلموا عادي على طبيعتكم حتى قدام الشاشه، شنو المبالغ فيه؟ بقى في احترام للمشاهد، لازم كان المشاهد خليه يعرف، لازم المشاهد يكون عنده مصير. شباب احنا في بدايه حلقتنا صلاه عيد، خلينا راح نكونوا راح نكونوا اوكي تمام راح نكونوا عفويين، ما زال في عيد راح نكونوا عفويين بزياده لكن مش لدرجه تمام. احنا حاليا فريقنا شباب وانتم فريقكم بنات. تمام طيب عندنا اليوم هلبة مسابقات واكيد العاب، بس الحلو في الحلقه هذه تختلف شويه الالعاب على حلقه امس، يعني في شويه تشويق. جاهزين؟ حلو. حلو. اكيد جاهزين. تمام خير الحلقه ميتة. جاهزين جاهزين امس مني فاز كويس. بس احنا ما بنعملش من تعادل الحلقه بالفريقين، تعادل الفريقين فاليوم. تمام. ان شاء الله عيد ما تبوش تزعلوا حد يعني. لا باهي قبل ما نمشي للالعاب بس حابه نقول ان بما ان فريق ذكوري وفريق اناث فان شاء الله احنا غالبينكم. تمام يعني هتق خلينا بس رويده سريعا نهدزوا مع مهند قبل كل شيء. مهند نورتنا، انت ضيفنا في ثاني ايام العيد. كل عام وانت بخير مره ثانيه. كيف كان رمضان معك وكيف قضيت شهر رمضان بالاخص في الغربه في تركيا وايضا في ازمه كورونا؟ ايوه إنه هو غربة يعني إن أول مرة في حياتي يعني نديرها يعني إن رمضان بعيد على الحوش. رمضان بعيد على الحوش بس الحق يعني شيبة ما حسسنيش إني برا الحوش. أنتوا يعني عروق يدعوا له شيبة والله. أنتوا إيش لقمة قاضي إيش لقمة محامي إيش بس خلاص البيت في البيت. لا لا بس الحقيقة يعني كان حلو أكيد، مستحش العويلة ومستحش أصحابي وأحبابي وكورونا ان شاء الله ربي يفكنا يا منها رب. يا رب اللهم والحمد لله يعني ليبيا لتوا مدايرين شغل كويس. والعيد اول عيد برا البلاد بالضبط. كيف كان شعورك اول يوم معنا برضه؟ بسيط يعني مع اصحابي. حلو حلو مع اصحابي. جميل ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله. طيب بما ان الصبايا جنبي على يساري خلينا نبدا معهم اول سؤالي. بعد ما يفك الحظر ان شاء الله وتنتهي ازمه كورونا، اعطوني مشاريعكم كل واحده شنو حابه اول حاجه تبي تديرها؟ انا نبدا بكلمك بالتعارك انت بتروح يا صاحبات. اول حاجه انا بنديرها ما عادش بيشبح في ولا حد فيكم، تقدر تكلمي انت بتول تو. احنا اول حاجه احنا ماذا بينا بصراحه هذا يكون ثالث عيد برضه. ايش منك في عيد الصغيره انه هو عيد صغير احتفلوا به وانه احنا ما عادش بنشوفوك، هذا عيد ثاني بروح. تفضلي ممكن تتكلم بتول. تفضلي بتول. انت حتشوف نور هلبة يعني سواء على السوشيال ميديا او في الواقع يعني لا مفر،
نسافر ونمشوا اي هيك مكان نسكروا تليفوناتنا ونستجموا لانه بجديات تعب. يعني صح انه حضر تجول الواحد مقعمس في الحوش لكن تبي تطلع تبي تشوف يعني ملينا صح. هذه اول مشاريعنا كان ان شاء الله تنتهي هالازمه. شفت كل حاجه بس اني فما سمعتش حاجه يعني احنا من كتر ما قعمزنا في الحوش بتاع خلاص فدينا نبغى نغير مود وحتى ملينا من اسطنبول صح. فالواحد يطلع برا اسطنبول رحله وتقريبا انا سمعت ان عندكم رحله هيك وين فتحيه سبنجا فتحيه شنو فتحية؟ مهند في منطقة اسمها فتحية بعد ما يكمل الحضر وأسمع معنا في منطقة اسمها فتحية في تركيا صح؟ صحيح. إيه يعني حلوة هل تمشي معنا؟ وين؟ فتحية من فتحية؟ طيب مدينة نفس تركيا اسمها فتحية رح نزورها إن شاء الله بس طيب يا شباب قاعدين تديروا في دعاية مجانية احنا هي في البرنامج اعطيني اعطيني مشاريعك مهند بعد فك حظر الكورونا. والله بإذن الله حيكونوا في مجموعة أعمال مصورة فيديو كليب شوف انا مجهزها صوت يعني صوره ما قدرتش نوفق بحكم ان الحظر وطلوع وشوش وما فيش كيف شن صاير لا قول ماشي صح استمر لا انتم مش لا فيديو كليب وبعد فيديو كليب شو فيه ما توقعتك شي اللي كنت كلمتين وبتسكت يعني نسالك انا نسالك قولي نسالك اللي تبيه طبعا انا حاسه مهند انك انت من الفنانين اللي صوتهم جدا جميل وبنظري انا مظلوم اعلاميا جدا فاتمنى انك انت تو شوفي موسيقيين اكثريه الموسيقيين في ليبيا مظلومين صح واتمنى ان تكون بدايتك معنا هنا اليوم من برنامجنا برنامج معايدين ان شاء الله وشو مقدم لنا جديد ولا شو قاعد تحضر؟ جديد اليوم في عمل حصري بينزل باسم ما بين كل الناس الحان ابراهيم حفيظه كلمات الشاعر عبد الرحيم المقريف توزيع وتنفيذ محمد عموش اكيد في لمسات لاستاذ ايمن كيبورد وحركات ان شاء الله اليوم نسمع مع بعضنا اليوم ان شاء الله في فيديو كليب لا العمل هذا لا صعب انك ما قلت لك الفيديو كليب ما قدرتش نوفق ما بين الحضر والطلوع والخشوش بحكم حتى في تركيا هنا قصدي بالاربع ايام يومين أربع ممكن أيام. نشوفه حتى جو يعني انسايد ستوديو او شيء بالضبط مش عارف لا هنا بيكون حصري والله اعلم ممكن يصير فيه كاميرا مهند انت من الاصوات المميزه وانت تعرف شهادتي فيك مجروحه فعلا انك انت صوتك يعني صوتك اكثر شيء ممكن يعبر يعني يوصل للناس بسرعه نقدروا احساس احساس جميل جدا صوتك وحضورك ايضا ربي يوفقك ومازال راح نزيدوا نغنوا وراح نزيدوا نتكلموا في المواضيع هذه اكثر نمشي لرويده رويده رمضان وكورونا برضو كيف تقضي في وقتك انت في يومي يعني كيف تقضي في وقتك حتى في يومك مثلا ايه باهي انا حنجاوبك ولكن عندي اغنيه حنجاوبك بها قاعد عشان عشان تغني خلاص فنانه يا حبيبتي ومثلي مش قدك شكرا معنا من المارس في موهبتي يعني تمام يلا نسمع اغنيه بتغنيها تقريبا رويده بتعبر تجاوبيني باغنيه يعني انت صح تمام يلا راح تجاوبني رويده على سؤالي باغنيه اوكي اوكي يلا. اوكي انت معش معاش تتكلم تجاوبينا باغاني باهي كويس حلو صوتها يا خلاها تدوي على على صوتها جميل زي انت ما نحب نسمع حتى محمد عبود شو بمثل لك انا مشكله الفنان الشاطر يدير اي شيء ما حدا بيمثل مش حمدت انت قدامك افتح لي المايك ممكن انا تقريبا عرفتها الاغنيه يا بما نسالك على الكورونا بتغني على الكورونا نشوف احساسي هي جوابها بيكون على الكورونا يلا تمام نسمع تمام المايك شباب عند رويده لو سمحت تخيلك تقول مدينة جزيرة كورونا يا كورونا باسمك هلا كونا حبايب وقرايب ما عاد فيهم يزورونا يا كورونا كورونا العيني خلتني بالبيت شب ميت مرة راسي بهالحيط والحيط عندي يا ورد مختلفي بصور تيك توك باخد سيلفي حتى فوال التليفونك كله منك يا كورونا عليك رويده يعطيك الصحه سلام عليك هي اللي جت في بالي على فكره فتنا شرها يا رب تمام بالنسبه لكورونا شن رايكم شباب في موضوع ان في هلبة بلدان قاعدين حاليا ان هي تتصادق مش مين يكتشف الدواء متاعها او العلاج متاعها وفي من ضمنهم حتى
بلدان عربية اللي هي قالت ممكن حصلت ادواري كورونا وما فيش حاجة مؤكدة لغاية توا. الحاجة المحيرة في الموضوع انه فيروس صابون يقتله، يعني هو يموت بالصابون، علاش لتو مش لاقيين له علاج؟ يعني حاجة غريبة صح؟ ممكن هو فيروس ضعيف هلبة. الدوان نقول حسب ما شفت انه من السهل جدا يعني ياخذ موضوع شهر شهر ونص يكتشفوا له علاج لأي فيروس أو بكتيريا تطلع. مش موضوع، لكن نحس ان الموضوع فيه شوي يعني العالم استفاد من موضوع الازمه الكورونا اقتصاديا، فما دابهم ياخروا موضوع انه يطلع صحيح. العلاج. وعلى فكره في علماء عرب عندنا ودكاتره هلبه شارك حتى هلبه نجوم كلها على السوشيال ميديا. على فكره انا مش علاقه يحكوا يعني على كورونا يعني والفيروس. انت مالك؟ انت بس انا فعليا هو مش قاعده نحرض ولا حاجه في الناس ولا هيك، بس انا اكدني انا مش مصدقه ان في مش مصدقه ان في حاجه اسمها كورونا، ما نعرفش علاش. شنو السبب هما فيها اولا لان انا فعليا او قاعده نقول انه انا مش قاعده اني نحرض فيكم ديروا زيني، بس احس فيه لو كانت فيه كورونا كانت اول وحده ضربتني انا بحكم اني فعليا مثلا انت ربي مكتب لك طبعا الصحه والعافيه. بس علاش ما تكونش هذه مثلا ما نعرفش تكون حتى استراتيجي مثلا يعني حرب بيولوجيه هي ممكن يكون موجود صح. انا شفت فيديو من فتره لشخص طالع يحكي ان شبكات الجيل الخامس اللي قاعدين هو انا مانيش عالمه باش نعرف يعني هل هذا الشيء مدى صحته او مدى هو شن قاعد يحكي بالضبط، بس شبكات الجيل الخامس اللي قاعدين يركبوا فيها اول مدينه ركبوا فيها شبكات الجيل الخامس على التليفون كانت وهان في الصين تمام. تو مؤخرا بده يركبوا فيها في بعض المناطق في مدينه في مقدونيا اوكي برضو. فقالوا لك في مقدونيا غادي حرفيا الطيور قاعده تطيح اوت اوف نوير، فقالوا لك انه الشبكات هذه لها تاثير على مخ الانسان، فسواء بسبب علشان الشيء هذا او شيء ثاني انا نشوف ان هي مرض مخترعينه نشرينه بين الناس دوله معينه لاطماع معينه. هو اكيد اصلا الكورونا اتس هاند ميد يعني بس يعني صنع بشري ما هوش حاجه حتى اللي يحكي على غاز السلرين او حاجه زي كده قريت عليه تقارير. انا هذه نقول نظريه مستبعده يعني. طيب شباب بما ان في الموضوع خلينا تو نرجعوا للعب والضحك ونبدوا اول لعبه في البرنامج. بس قبل ما نبدوا اللعبه خلينا نقسموا روحنا فريقين زي امس. شو رايكم؟ ولا هيك احنا مقعمزين ولا كيف؟ عادي في فريق تمام واحد وفريق اثنين المفروض انه يكونوا نفس التقسيمه اللي امس. اوكي معناها نور تجي هنا مش انت اللي تقرر. لا 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 انت تعال هنا مش نايف هاي يعني هذا نور. خلاص يجينا محمد شيبه ولا محمد عبود. مش انت اللي تقرر. محمد عبود اخوي دكتور انا فنان مهند. مهند شو معناها لطيفه بتنبرر برضه مش انت اللي تقرري انت ما حبيتي انت تعال. لازم حد انت ورويده لازم تكون. لا لا القرعه احنا بنديروا قرعه مش نكون في الموضوع. يا اما القرعه يا اما فريق العدد. مين بيدير هالقرعه؟ انت مالها؟ تمام فيش نمشوا للعبة وبعد تالي نمشوا نشوفوا شنو هي لعبتنا بعدين نقسموا روحنا للفريق. يلا نشوفوا شو اللعبة. طيب شباب خلينا نرجع شوية لجو الضحك واللعب. خلينا فريق نقسموا أول شيء فريقين باش نبدوا نلعبوا أول لعبة. محمد تمام كيف تكون القسمة ماما؟ كيف حتكون القسمة؟ تعال انت محمد انا هنا ولا نمشي غادي مع محمد شيبه؟ يعني يبدو ولدين وبنت ولد وبنتين تمام أوكي. تمام يلا تعال انت شيبه هيكي اوكي تمام. يا ريت بس الشباب يجيبون الكاسك طبعا خلينا احنا نشرحوا بس شن هي اللعبة الاولى اللي حتكون معنا. هي لعبة الكاسك يعني في شخص رح يلبس الهيدفون وشخص ثاني يوقف قدامه يسمي له كلمة ويحاول اللي ما يسمعش انه يطلع الكلمة شنو هي يعني جملة. تمام بس قبل ما نمشوا للعبة الكاسك نطلعوا فاصل وراجعين ما تمشوش بعيد.